بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه. السيد رئيس المؤتمر، السيد الأمين العام، إخوة الأخوات أعضاء الأمانة العامة، أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي، رجال ونساء الصحافة، ضيوف المؤتمر. اليوم حزب العدالة والتنمية يعقد هذه الدورة الاستثنائية، في الحقيقة يقدم فيها رسائل لمجموعة من الأطراف. أولا، رسالة لداخل الحزب أننا ورغم ضيق الوقت ورغم زحمة المهام والمسؤوليات، إلا أن الحزب أبى إلا أن يتشبت ويبقى وفيا لمساطره وفيا لمبادئه وفيا لقوانينه، فعقد هذا المؤتمر الاستثنائي رغم كلفته ورغم الجهد الملاحظ فيه. هذه رسالة لنا جميعا للحزب بشكل أساسي. رسالة كذلك أخرى للشعب المغربي، أن هذا الحزب الذي وضعتم فيه الثقة في 4 شتنبر اليوم يقول لكم بأنه ما زال وفيا لكم، ما زال وفيا لأصواتكم، ما زال متماسكا، ما زال قويا، ما زال كذلك يعطي أولوية كبيرة وواضحة للوطن، وأولوية للوطن عن هيئاته وعن حزبه. رسالة أخرى كذلك هذا المؤتمر يريد أن يوجهها إلى الخارج، بالأخص خصوم الوحدة الترابية. لا تعتقدوا الإخوة والأخوات بأن مؤتمرنا هذا ليس له تأثير على القضية الوطنية، له تأثير واضح وله تأثير جلي وله تأثير كبير جدا. فنحن هم الصورة الحقيقية ونحن هم المستقبل، أقولها صراحة للصحراويين، أقول لوسائل الإعلام ولمراكز الدراسات، استفتوا الصحراويين عن المؤسسة السياسية تثقون فيها، ستجدون بأن أغلب الصحراويين يثقون في مؤسسة العدالة والتنمية، وهذه حقيقة، حقيقة واضحة، حقيقة جلية نعلمها جميعا ونقولها. واستطلاعات الرأي إذا تمت القيام بها ستؤكدها. المسألة الأخرى كذلك على أن هذا المؤتمر يعطي ثقة للصحراويين في المؤسسات الحزبية، ثقة واضحة، واللي هي الإشكال الأساسي لمشكلة الصحراء. مشكلة الصحراء الإخوة والأخوات مش هو تقرير المصير أبدا، مش هو الاستفتاء. مشكلة الصحراء الأساسي هو الثقة، هو انعدام الثقة بين الساكنة وبين المؤسسات. اليوم أنتم تضعون جسور هذه الثقة، اليوم أنتم تقدمون نموذجا واضحا وحيا على احترام الخيار الديمقراطي. كنا دائما نقول بأن أهم داخل إشكالية مشكلة الصحراء هو الانتقال الديمقراطي، اليوم أنتم تؤكدون هذا الاختيار الديمقراطي في هيئاتكم، وتؤكدون كذلك على الثقة الذي يمكن أن تكون للصحراويين فيكم، وشكراً.